هاي اللازانيا من الأكلات اللي كتار بيحبوها، فيها كتير مكونات، في نكهات لازم طعمها يبين أكتر مثل الثوم، زيت الزيتون، الأوريغانو والجبنة. أنا اليوم رح أعملها بباذنجان، وأهم شيء أي شيء بتطبخوه بتعملوه بحب. خلينا نبلش. بعد ما خلصت البشاميل وصوص البندورة والبيتنجان صار مشوي وجاهز، وبرشت الجبنة تشيدر، وعندي البارميزان اللي استعملتها كمان بالبشاميل. هلا أول طبقة أنا بعملها اللي هي الثوم، بقى عندي شوية ثوم، زيت زيتون بيعطي نكهة من تحت كثير طيبة. انتهينا هون، وبدي أحط صوص البشاميل شوي حتى ما يحترق الطبقة من تحت. اللازانيا صارت جاهزة، تركتها تقريبا ربع ساعة من تحت وعشر دقايق من فوق، رح تتأكد انه تحمر وشها، بس طفيت الفرن عليها خليتها تبرد لمدة تقريبا ربع ساعة كرمال بس بدي اقطعها يطلع شكلها مرتب. كثير 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 طيبة.